على آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبهذه المناسبة الكريمة المعطرة بالنفحات الإلهية ومع مطلع شهر رمضان المبارك، يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة وأصدقها إلى سيادتكم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى الشعب المصري كافة، وإلى الأمة الإسلامية والعربية ملوكا وأمراء ورؤساء وقادة وشعوبا في مشارق الأرض ومغاربها، سائلا المولى سبحانه وضارعا إليه أن يلهم الإنسانية جمعاء، أن يلهمها رشدها، وأن يعيد إليها صوابها وعقلانيتها، وأن يمن على عباده بالأمن والأمان واليمن والخير والبركات. هذا وإن من بشائر الأمل والفأل الحسن أن تتزامن الساعات الأولى من شهر رمضان المبارك من عام 444 بعد الألف من الهجرة مع افتتاح صرحين عملاقين هما هذا المسجد الكبير ومركز مصر الثقافي الإسلامي، في رمز يشير إلى تعانق العبادة والعلم والمعرفة في الإسلام، تعانقا لا فكاك لأحد منها عن الآخر، وأن العلم النافع في الإسلام والذي ينجي صاحبه يوم القيامة هو العلم الذي قصد به وجه الله ونفع الإنسان، وأن ما خرج عن هذه الغاية ضلال وضياع، كما أن العبادة التي لا ترتبط بهذا الهدف النبيل هي هباء في مهب الريح. وحسبنا في هذا التنظير بين علم وعلم وعبادة وعبادة قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. مما يدلنا ويدلنا معه أيضا تاريخ العلم المعاصر من أن العلم سلاح ذو حدين، وأن من العلم علما يكون هلاكا ودمارا للبشرية وافتقارا وجوعا لأبنائها، كما يدلنا على ذلك أيضا ما ينبهنا إليه القرآن الكريم من أن أول ركن من أركان الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنما يستند هذا الركن الأول إلى العلم والعلم وحده، لا للتسليم المجرد أو التقليد الأعمى الذي لا نظر معه ولا تدبر. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لم يقل فسلم أو فاعتقد أنه لا إله إلا الله، بل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. الحفل الكريم، إن هذا الشهر الكريم
الذي نستفتح بساعاته الأولى صيامنا وعبادتنا وتلاوتنا للقرآن الكريم، فرض في السنة الثانية للهجرة بالمدينة المنورة قبل فرض الزكاة، رغم أنه يذكر دائما بعدها في عد أركان الإسلام. وتفسير ذلك فيما يقول العلماء أن الصوم لما كان أشد أركان الإسلام مشقة على النفس كان من المناسب في الحكمة الإلهية أن يبدأ ترتيب الأركان أولا بالأخف مشقة وهو الصلاة، ثم يسني بالزكاة لأن مشقتها وسط بين مشقة الصلاة والصوم، ثم يثلث بالفريضة الأشق وهي صوم رمضان. ومشقة الصوم تنبع من فلسفة الترك والترفع والاستغناء التي تدور عليها أبعاد هذه الفريضة من الامتناع عن لذائذ النفس وشهواتها، ثم من ابتعادها عن رذيلة الرياء والمتعة التي قد يشعر بها المتعبد بالفرائض الأخرى والتي للنفس وحظوظها منها نصيب يقل أو يكثر. وفي الصوم تشبه بصفة من صفات الله تعالى قدر ما تطيقه الطاقة البشرية أو الطبيعة البشرية، وهي الاستغناء عن الطعام والشراب. فالصائم بهذا الاستغناء كأنه يعبد ربه بصفة من صفاته تعالى. وممن فرد به الصوم عن سائر أركان الإسلام أنه لم يقع عبادة لغير الله، فلم يعرف في تاريخ الكفر والكفار أنهم عظموا أصنامهم بالصيام كما عظموها بالصلاة والزكاة والحج. وللصوم خصوصية أخرى يتفرد بها، وهي أن سائر العبادات تنقص باستفاء حقوق العباد ومظالمهم يوم القيامة ما عدا الصوم، فإنه يبقى كاملا موفورا لصاحبه، لا ينقصه أو لا ينقص من قدره هذا الاقتصاص من الحقوق والمظالم أمام الله سبحانه وتعالى يوم الحساب. لذلك ولخصائص أخرى كثيرة للصوم يضيق المقام عن سردها، اختص الله الصوم بانتسابه إليه وقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وحتى لا أطيل أتقدم مرة أخرى لسيادتكم سيادة الرئيس وللحفل الكريم وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأطيب التهاني وأخلص الأمنيات بحلول هذا الشهر الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.